أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العربية والعراقية والعالمية، والبداية بالعناوين. نقرأ في الجزيرة نت: العراق، هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة تضم قوات أمريكية. وفي موقع الحرة: تمنحه الحق في فرض عقوبات، بايدن يمدد حالة الطوارئ في العراق وسوريا. ونقرأ في العرب الجديد: لقاء سعودي إيراني جديد قد يجري بعد عيد الفطر في بغداد. أما في القدس العربي: إصابة 178 فلسطينيا إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى. وفي موقع عربي 21: إعادة فتح المسجد الأقصى بعد فشل الاقتحام ودعوات للزحف. أما في البيان الإماراتي: واشنطن، ميليشيا الحوثي أضاعت فرصة كبرى للسلام وفاقمت الأزمة الإنسانية. وأخيرا في الشرق الأوسط: البيت الأبيض، العقوبات على إيران لن ترفع إلا بعد التزامها بالاتفاق النووي. قالت صحيفة العربي الجديد إن عمل اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد في العراق، والتي مر على تشكيلها من قبل حكومة الكاظمي 8 أشهر، ما زال دون التوقعات. وأضافت الصحيفة أنه حتى اليوم لم يسجل للجنة تحقيق النتائج المتوخاة فيما يتعلق باستعادة أموال الدولة التي نهبت جراء عمليات فساد واسعة شهدتها البلاد. وبلغت ذروتها في فترة رئاسة حكومة نور المالكي بين عامي 2006 و2014. شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة مكافحة الفساد نهاية آب الماضي لكشف ما وصفها آنذاك بمافيات الفساد التي ينسب إليها التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن. لكن الكثير من الاتهامات أحاطت عمل اللجنة بشأن انتقائية عملها وعجزها عن فتح القضايا المتعلقة بكبار السياسيين والمسؤولين والبقاء ضمن سقف الوزراء والمدراء العامين وأمثالهم. وتحدث مسؤول رفيع في بغداد قائلا إن اللجنة تواجه مشاكل وضغوطات كبيرة تمنعها من فتح ملفات الفساد الكبيرة في البلاد، مضيفاً أن هناك نحو 40 ملف فساد ضخماً مرتبطاً بحكومتي رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. وشرح المصدر أن قيمة المبالغ المهدورة في هذه الملفات تتعدى 80 مليار دولار، وترتبط بقطاع الكهرباء ووزارة الدفاع والداخلية والصناعة، إضافة إلى فقدان أموال لم يتم تبويبها أو وضعها في خانة صرف معلومة. وأكد المصدر أن اللجنة غير قادرة على فتح أي ملف يتعلق بالمالك أو القيادات الرئيسة الأخرى بالبلاد، مثل ملف وزارة النقل خلال تولي هادي العامري لها، أو ملف وزارة التربية والصحة والدفاع، وهي المرافق التي تعد من الأكثر فساداً وهدراً للأموال في تلك الفترة. الصحيفة تشير إلى أن المبالغ التي منعت لجنة مكافحة الفساد هدرها أو التي من المؤمل استعادتها لم تتجاوز 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، من أصل نحو 350 مليار دولار، تعتبر أموالا مستنزفة من العراق بفعل فساد الحكومات المتعاقبة. سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على موجات إحراق المحاصيل الزراعية في العراق. وقالت الصحيفة إن هذه الظاهرة تعمق من هشاشة الأمن الغذائي في العراق، الذي تراجع اعتماده على الإنتاج الزراعي المحلي بشكل ملحوظ، كما أنها تؤثر على النشاط الاقتصادي لسكان الكثير من المناطق،
تمنع استقرارهم في مناطقهم، وخصوصا تلك الواقعة في شمال وغرب العراق والتي عانت خلال السنوات الماضية من نزوح جماعي وتدمير للبنى التحتية. عادة ما ينسب إحراق المحاصيل الزراعية في العراق إلى تنظيم داعش، غير أن سكان العديد من المناطق العراقية يوجهون أصابع الاتهام بحرق المحاصيل أيضاً إلى الميليشيات الشيعية المنتشرة في مناطقهم منذ مشاركتها في الحرب ضد داعش، على أساس أنها مستفيدة من منع استقرار السكان في مناطقهم في إطار مخططات لإحداث تغيير ديموغرافي في بعض تلك المناطق، لا سيما في محافظة ديالى التي تسيطر الميليشيات على أجزاء منها وترفض مغادرتها رغم مطالبة السكان بتسليم الملف الأمني بالكامل للقوات النظامية من جيش وشرطة اتحادية ومحلية. إضافة إلى ذلك، تثار شبهة وجود دوافع على صلة بالفساد وراء حرق المحاصيل الزراعية في العراق، حيث يتهم البعض جهات متنفذة من سياسيين وقادة ميليشيات بمنع البلد من تحقيق اكتفائه الذاتي من الحبوب ودفعه إلى استيرادها بصفقات تشارك تلك الجهات نفسها في عقدها باستخدام نفوذها في أجهزة الدولة، وما يؤكد ذلك حسب من يوجهون هذا الاتهام أن حرائق حقول الحنطة قفزت سنة 2019 بشكل غير اعتيادي عندما نشرت وزارة الزراعة العراقية إحصائيات أولية تتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا النوع من الحبوب في تلك السنة. الصحيفة تضيف أن تأمين الحماية لجميع الحقول في ظل اتساع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب في العراق يغدو أمراً صعباً، ما يجعل من حرق المحاصيل بمثابة معضلة عصية على الحل، خصوصاً في غياب الوسائل والتقنيات المعتمدة في بلدان أخرى مثل المسح المستمر والشامل للمساحات الزراعية بالطائرات المسيرة. يتساءل كثير من المراقبين هل إن عمليات قصف القواعد العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين ستستمر حتى مغادرة آخر جندي أمريكي؟ هل سيكتفي القاصفون بذلك؟ أم أنهم سيطالبون بمغادرة السفارة الأمريكية برمتها من البلاد؟ فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، هل حقا إن السلطات الأمنية والرصد الأمريكية الجوية باتوا في مكان لا يتيح لهم كشف الجهات التي تقصف وباتت لا تعلن عن مسؤولياتها منذ عدة شهور؟ يبرز سؤال آخر، هو ما الموقف لدى الجهات القاصفة إذا أسفرت المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية؟ وعادت الأمور إلى نصابها في الاتفاق النووي المبرم في 2015، وتدفقت الأموال المجمدة، وعادت التحويلات المالية الإيرانية تتحرك من دون عقوبات أمريكية. هل سيبقى القاصفون يصرون على مطالبهم في خروج الأمريكان المتفق على وجودهم من قبل الحكومة العراقية؟ وماذا لو طلبت واشنطن من طهران أن تتدخل لمنع أي قصف ضد مصالحها في العراق؟ من سيلتزم بالقرار الإيراني ومن سيتمرد عليه؟ عندما يكون هناك قصف حر مستمر غير مسيطر عليه على مطار بغداد أو مطار أربيل أو القواعد الجوية، ولا توجد إجراءات حكومية حاسمة في التصدي لهذا الملف كونه يتعارض مع المصالح العليا للبلاد، فإن الاحتمالات لا حدود لها، كما أنها مشاعة لتكون في مرمى رؤى الجميع، وتكون كل الأسئلة واردة في النظر إلى حالة غير مسيطر عليها في ظاهرها. لكن أسئلة كثيرة من العراقيين لا ترى تناقضاً بين الجهات القاصفة والجهة المعترضة على القصف، من باب أن الأسئلة من حق الجميع استناداً إلى وقائع محيرة ومتعددة الجوانب تختلط فيها الدولة باللا دولة والقانون باللا قانون والمسؤول الحكومي بآخر مرتبط
بأكثر من أجندة. الكاتب يقول: ماذا لو انهارت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في فيينا وانقطعت الشعرة التي تتعلق بها كل الملفات ليكون الانهيار الكامل لكل حدود ضبط النفس، وقررت القوات الأمريكية الرد على الجهات التي تعتقد أنها مسؤولة عن قصف جنودها وسفارتها ومصالحها في العراق داخل العراق وليس خارجه؟ يا ترى أين سيتجه البلد في تلك الساعة؟ رأت صحيفة القدس العربي في افتتاحياتها أن قضية أهالي الشيخ جراح في القدس المهددين بإخلائهم من منازلهم وتسليمها لمستوطنين يهود تناظرت فيها عدة عناصر، أولها وأهمها هو تحول دفاع المقدسيين إلى بؤرة تركيز للنضال الوطني الفلسطيني. أما العنصر الآخر في هذه المعادلة هو محمولها الرمزي الكبير الذي يكشف عن معدن الشعب الفلسطيني الصلب وقدرته المستمرة على خوض المعارك مع الاحتلال الصهيوني. أحد الدلائل الأخرى على المعنى التحريري والديمقراطي لمعركة الشيخ جراح هو تحذير 180 عالماً وأديباً إسرائيلياً للمحكمة الجنائية الدولية من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتوقيعهم عريضة وجهوها إلى فاتو بن سودة مدعية المحكمة الجنائية الدولية التي سبق لها أن فتحت تحقيقاً في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة عام 2014. لقد تكررت في الشهور الأخيرة الاتهامات من جهات دولية مرموقة ضد إسرائيل، وكان آخرها تقرير لمنظمة Human Rights Watch التي أكدت وجود سياسة الفصل العنصري والاضطهاد الممنهج للفلسطينيين في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي الوقت الذي تؤجج فيه حركية الفلسطينيين ونضالهم نوازع التحرر والديمقراطية العالمية وحتى في داخل إسرائيل نفسها، فإنها على ما نرى تعزز أسوأ نوازع الاستبداد العربي الذي يتمثل بمزيد من التواطؤ المتعدد الأشكال مع اتجاهات اليمين العنصري الإسرائيلي. فقد كان لافتاً في هذه الأيام الحديث عن عمل جهات عربية على مساعدة الاحتلال والمستوطنين على تسريب العقارات الفلسطينية، ناهيك عن الأشكال الاستعراضية الكثيرة التي يتم التعبير فيها عن التقرب لإسرائيل. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال والعنصرية لا يفعلون سوى ما يفعله أي شخص يدافع عن أرضه، لكنهم ومن دون أن يعلموا يدافعون أيضا عن الكرامة التي أهدرها حكام عرب. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن سوريا باتت دولة مخدرات باقتصاد توفره التجارة أكثر من اقتصادها المتداعي بسبب الحرب. أضافت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها مارتن شولوف أن حبوب الكبتاجون المخدرة أصبحت قصة نجاح تجارية للنظام السوري، فهي عمل ناجح وصناعة ضخمة ومتقدمة بدرجة صارت تنافس الناتج المحلي العام للاقتصاد المتداعي نفسه. من دمار سوريا إلى الانهيار الكارثي في لبنان، حيث تم العثور على شحنات من كبتاجون مخبأة في الرمان المصدر من بيروت إلى السعودية. يتبين شيء واحد، وهو أن كلا البلدين يتحول وبشكل متزايد إلى دولة مخدرات. إن لم يكن التعريف لم ينطبق عليهما أصلاً، وقبل العثور على ملايين الحبوب والتي قادت لحظر السعودية لكل الاستيراد الزراعي من لبنان، تم اعتراض 15 شحنة أخرى للمخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا خلال العامين الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن 6 مسؤولي أمن من الشرق الأوسط وأوروبا أن كل الشحنات نقلت من داخل سوريا أو عبر الحدود إلى لبنان، حيث توجد العائلات والميليشيات والرموز السياسية الذين لا يمكن لأحد المس بها، وشكلت عبر الحدود كارتل ينتج ويوزع المخدرات على قاعدة واسعة. وأكدت دراسة نشرها مركز تحليل العمليات والأبحاث والذي يركز على سوريا الدور الذي يلعبه الحشيش والكبتاجون في البلد الذي شلته الحرب والعقوبات الغربية والفساد المستشري وانهيار لبنان. وذكر أيضاً أنه في 2020 وصلت قيمة الصادرات من سوريا إلى 3.46 مليارات دولار بسعر السوق، مع أن الأرقام تخمينية إلا أن سقف السوق أعلى من هذا بشكل واضح. الصحيفة تضيف أن الانهيار الكامل للاقتصاد في عقب أزمة المصارف اللبنانية الذي تبعه تفشي جائحة كورونا وقانون قيصر حول سوريا إلى دولة مخدرات، حيث بات عدد من تجار النظام وأمراء الحرب يتاجرون بالمخدرات. خصصت صحيفة الخليج الإماراتية افتتاحيتها لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وقالت الصحيفة إنه لا أحد يعرف النتيجة النهائية لجولة لودريان على قادة لبنان لحل حالة أزمة تشكيل الحكومة، فالاستنتاجات الأولية توحي بأن الفرقاء حاول كل منهم أن يقدم شيئا لامتصاص غضب الضيف الذي جاء متوعدا وحاملا رسالة حزم إلى الجميع بعدما طالت الأزمة أكثر مما جذب. فرنسا أصبحت مقتنعة تماما بأن لبنان لم يعد يحتمل لعبة القط والفأر التي يمارسها زعماء البلاد بين بعضهم البعض منذ عقود طويلة، وتعاظمت بعد انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي واستقالة حكومة حسان دياب. وبسبب التنافر وانعدام الشفافية لم تنجح المبادرة الفرنسية والقاضية بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين في تذليل العقبات، ولم تستطع الإفراج عن الحكومة، بل إن تلك المبادرة نفسها وقعت في أزمة. ولذلك فإن مهمة زيارة لودريان مزدوجة: إنقاذ ماء وجه الدبلوماسية الفرنسية أولاً، ثم محاولة تحريك المياه الراكدة في لبنان. أما آليات تحقيق ذلك فغير مضمونة النتائج، رغم التهديد والوعيد بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل مساعي تشكيل الحكومة. أزمة لبنان معقدة ومركبة ومتعددة المستويات والأبعاد، وليس كل ما يظهر على سطحها ينبئ بحقيقة باطنها. وفي الوقت الحالي هناك حالة من عدم الثقة وصلت إلى حد القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والخلاف محتدم بين الطرفين حول الحقائب الوزارية والصلاحيات والثلث المعطل. ويبدو أن الشقة اتسعت مؤخراً بعد فشل محاولات الصلح بين الحريري وجبران باسيل، وخرج الصراع بينهما عن حدود اللباقة الدبلوماسية في أكثر من مناسبة بسبب الخلاف على توزيع السلطة في لبنان. وبحسب الصحيفة فإن لبنان بحاجة إلى الإنقاذ قبل فوات الأوان، وعلى زعمائه أن يتسلحوا بوعي جديد وينقذوا الإصلاحات أو ينفذوا الإصلاحات التي تعهدوا بها للمجتمع الدولي، وإلا فإن الأوضاع ستصل إلى درجة لا يمكن معها تدارك أي شيء. بسيارته القديمة المتهالكة يعمل الأردني محمد سالم العياصرة البالغ من العمر 71 عاما، يعمل على جمع المصاحف القديمة والممزقة ليقوم بتنظيفها وصيانتها وترتيبها ثم إعادة استخدامها عبر توزيعها على المساجد ومراكز تحفيظ القرآن أو تصديرها لدول أفريقية. نحو 50 عاما قضاها العياصرة
على ذات المنوال يجوب محافظات ومدن الأردن بحثاً عن المصاحف الممزقة، يحملها بين يديه ويعيد إكرامها، ويساعده في ذلك أبناؤه وعمال يستعين بهم في جولاته بمدن الأردن بعدما تقدم به العمر، ودافعه في ذلك حب كتاب الله وحرصه عليه وصيانة تلك المصاحف وتقديمها لمحتاجيها. وينفق العياصر شهرياً على عمله التطوعي أكثر من 300 دينار، أي ما يعادل 420 دولار من جيبه الخاص وتبرعات المحسنين. ويقول: خلال الفترة الماضية تمكنا من تصدير أكثر من 6000 نسخة من القرآن الكريم من المصاحف التي أقوم بجمعها إلى دول إفريقية بمساعدة من جمعيات خيرية تعمل هناك. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.